نعم. قل ادعوا الذين زعموا. قال الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ. من حكى هذا؟ ينقض واحد من هنا واحد من هنا واحد. يا رجل ماذا تصنع بهم؟ قلنا لا تعطيهم طعام، لا تكفر عليهم الطعام ولا بالشراب. نعم يا اخوانا، انا اريد اسال سؤال. الصحابه رضي الله عنهم قلنا لكم خرجوا الى الجهاد وامر عليهم امير واعطاهم جراب من تمر، جراب تمر، هذا اسمع جراب. فقال له جراب، قال ماذا كان يصنع الجراب؟ قال يعطي المجاهد في يوم كامل يمشي، أحيانا يمشي في اليوم 40 كيلو. نعم. قال يعطينا تمرة. قال وما تغني عنكم التمرة؟ قال والله لم نعلم قيمة هذه التمرة إلا بعد أن فقدها. يضعها في فيه ويشرب عليه الماء حتى يعني يشعر أن الماء فيه شيء، يعني من الشراب كذا. فقد التمرة ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى هذا الحوت العنبر. لو تنظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، سبحان الله، قوقوك عمود انت عند العمود. حال الصحابة السبب في القوة توحيد الله، لأنه ما كان عندهم ذاك الطعام ولا ذاك الشراب، صحيح؟ نعم، لكن كان يأتوا أحيانا. وإذا أراد أن يعدوا عدد المسلمين يعدوا خالد بألف، علي بألف، حمزة بألف، خالد أبو عبيدة بألف. رجال صدقوا مع عهد الله عليهم، لا طعام لا شراب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القديم كان الناس يموتوا من الجوع، اليوم الناس يموتوا من الشبع. ما تسمع أحد أنه مات من الجوع، يموت من الشبع. قوة من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقال والله أعلم. عندما بدأت المعركة انطلق الزبير رضي الله عنه كالسهم، الجيش صفوف عدد كبير جدا، وهذا يدخل كالسهم. قالوا لا يمكن أن يكون هذا مقاتل، افتحوا له الطريق لعله رسول. فتحوا له الطريق، شق الصفوف، دخل القائد قضى عليه فرجع. سلام بن الأقوع في صحيح البخاري جاء جيش إلى المدينة وأخذوا وقت الناس في غفلة، أخذوا الأموال، أخذوا شيء من الإبل وكذا وفروا. رآهم سلام، سلام بن الأقوع رجل واحد رضي الله عنه، فصاح في الناس أن ادركوني، وركب على فرس وأخذ يلحق بهؤلاء. نظر سلام أنه لو بقي على الفرس لم يدرك هؤلاء، ماذا صنع؟ نزل من على الفرس أسرع من الفرس، يعني ممكن 40 كيلو مثل في الساعة. نعم. أدركهم وأخذ كل ما أخذوا. رجل واحد يقاتل جيش، وكان يرميهم ويقول خذها وأنا ابن الأقوى واليوم يوم الرضع. قال اليوم نعرف من فطرة أمه، يقول كأنهم صغار ما زلتم في الرضاعة وأنا فطرة أمي من قديم. نعم. طيب قال ولم يتخذ ولدا. في الواقع والولد والزوجة، لأن الولد في الغالب يشبه الأب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وفي الغالب أن الأب يحتاج الولد إلى كبر، والله سبحانه وتعالى غني. إذا نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد لكمال غناه وأحديته وصمديته. نعم، ولا لا مثل له.
نعم. ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه سبحانه وتعالى، وأحديته وصمديته. نعم. وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء. نعم. فقدره تقديره. نعم. فقوله ما اتخذ الله من ولد. لكمال غناه سبحانه وتعالى وحديته وصمديته. نعم. وما كان معه من إله لكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. ثم هذه الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي. العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا يمكن أن يخالف النقل، وإذا وجدت عقل مخالف النقل فهذا لا شك في بطلان هذا العقل. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب يسمى درب تعارض العقل والنقل. ما يمكن أن ينفي عاقل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا حكمنا عليه بالجنون. إذن ذهب كل إله بما خلق. الآن ما ترى في ملوك الدنيا أن كل ملك يريد أن يسيطر على الملك الآخر إن استطاع أن يسيطر، فالغالب هو الملك، وإن لم يستطع فلا يصلح أن يكون هذا الملك ولا هذا يكون ملك. ذهب كل إله بما خلق، هذا الانتظام البديع في الكون يدل أن من خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. ولا على بعضهم على بعض. نعم. سبحان الله، تنزيه الله عن الشرك، عن المسبة التي يأتي بها أهل الكفر. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم ما يجب في حقه من الأسماء والصفات، ولهذا كان أشرف ما في القرآن هذا الباب، باب الأسماء والصفات. إن الله يعلم ما يجب في حقه وأنتم لا تعلمون. نعم. هذه الآية فيها المحرمات الخمس، وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها كل الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش، فواحش إما فواحش ظاهرة أو فواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. هل يوجد بغي بحق؟ هل يوجد بغي بحق؟ هذا يسميه العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي أنه بغير حق. وسيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الرسالة في الآداب والأخلاق، يقول والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق. أراد أن يبين أن هذه الصفة كاشفة. الثاني وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل يوجد شرك؟ لا. هذه الصفة كاشفة تكشف لك البغي وتكشف لك أن الشرك ليس عليه دليل. الخامس أعظم المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بغير علم أعظم هذه المحرمات الخمس. وأعظم قول على الله القول على الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أمر خطير جدا. إذا الشاهد هنا في هذه الآية أن هذه الآية فيها المحرمات الخمس، بدأ بالأخف وانتهى بالأثقل، وأعظم المحرمات القول على الله بغير علم وبخاصة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم المعنى، استوى على واستقر وارتفع وصعد، هذا المعنى. نعرف المعنى ونؤمن الله كيفية تلقجلة عظمة، لكن هذه الكيفية لا نعلم وصل عنها بدعة. أراد المؤلف الآن من هنا ويأتي بأدلة كثيرة، أراد
أي نعم، أراد أن يبين أي صفة من صفات الله، صفة العلو، العلو في الذات والعلو في الصفات. كل من كتب في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، مؤلف لا بد أن يذكر هذه الصفة، لا بد. بل الذهبي رحمه الله ألف كتابا في صفة العلو. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. كيف؟ علو في الذات وعلو في الصفات. كل من انتسب، اسمع إلى هذه المسألة، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت العلو لله سبحانه وتعالى في الصفات، صح خطأ مرة أخرى. كل من انتسب إلى الإسلام، جهمية وكذا، قلنا أخرجهم من علماء من 72 والأشاعرة والماتريدية ومعتزلة وكذا، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات، صح خطأ. نعم، جهمية ينكر كل الصفات يا رجل، تلاحظ عنده كلام ويهاب، هذا قول، هذا قاعدة صحيحة، أن كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات. قلت صح، في أحد يخالف؟ في أحد يوافق؟ سبحان الله. نعم، توافق؟ كيف والجهمية أنكر كل الصفات؟ نحن نقول كل من انتسب الى الاسلام بحق اهل الاسلام. لا، كل من انتسب الى الاسلام انتسب. نعم، هم ينكرون. صح خطا؟ صح، هم ينكرون. صح، صح، اجلس، فتح الله عليك. صح، صح. كيف؟ الجهميه كما قال الشيخ، الجهميه اعتقدوا علو الله في الصفات، وقالوا ما يمكن أنا نثبت السفر، أثبتناها، مثلنا بخلقه، لذلك ننكر الصفة، لأنهم أولا اعتقدوا علو الله في الصفات. الممثلة قالوا ما يمكن أن يكون كمال إلا بمماثلة الخالق الكامل بالمخلوق النافذ سبحان الله، لاعتقاد علو الله سبحانه وتعالى في الصفات. إذا اتفقوا على قاعدة لكن اختلفوا في التطبيق، مفهوم؟ طيب، العلو في الذات تقدم معنا، كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطر. كتاب تنوع أدلة الكتاب، وسوف يأتيك بغالب الأدلة ويشير إليها إشارة، الاستواء والعلو وصعود الأشياء ونزولها منه والفوقية، تنوع أدلة الكتاب إثبات العلو. ولا يكتفي بهذا، يأتي في أدلة السنة، يذكر السنة القولية والفعلية والتقريرية، بل السنة المتواترة في إثبات العلو لله. لماذا يركز العلماء على سنة العلو وقالب الكتب التي ألفت في باب الأسماء والصفات يذكر هذه الصفة؟ لأنه بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى تثبت العلو في الذات والعلو في الصفات، وبهذا تثبت كل الصفات. قال دعين الاستواء، استواء معلوم، والكيف مجهول من لا كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. الاستواء معلوم المعنى. طيب، كيف نرد على من قال استوى استولى مخالف لظاهر النص مع السلف وليس عليه دليل، وأن هذا لا وجد في اللغة أصلا، وقالوا كافر، وكيف نأخذ الشريعة الكافر؟ الخامس، أنه لو كان استوى بمعنى استولى، هذا معنى أن لله غالب. السادس، أنه لو يصح أن نقول استوى بمعنى استولى،
يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى استولى على البحار والأشجار والأنهار؟ بهذا يزول الإشكال ولله الحمد. الرحمن على العرش استوى. استواء حقيقي يختلف عن العرش، لكن لابد يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة. هذا يقول الشيخ الإسلام سيأتي بإذن الله. لا يظن أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش أو إلى الكرسي أو إلى شيء من مخلوقاته أو أن المخلوق يحب الخالق أبدا. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. مفهوم؟ مبروك. نقول أهل السنة والجماعة يثبتوا لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلالة عظمته، لا مثل استواء مخلوقين. ولكن نصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل أن يظن أن المخلوقات تحب بالخالق أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. مفهوم؟ نعم، كل المخلوقات مفتقر إلى الله. نعم. قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وفي سورة يونس إن رب قوله إن ربكم الله عليه الصلاة والسلام صلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سورة يونس قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا هو التزام بالمثل، ما خرجت عن المثل. نعم. وفي سورة يونس عليه السلام قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها. إما أن ليس لها أعمدة كما نراها، هذا هو الراجح. القول الثاني أن لها أعمدة لكن لا نرى، لكن الأول أرجح أن الله يمسك السماوات. نعم. وفي سورة طه قوله هو الرحمن على العرش استوى. نعم. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وفي نعم. سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلقكم الله نعم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك الآن ينوع بين الأتين استواء صعود الأشياء. يا عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفي. الوفاة هنا ثلاثة أقوال فيها تعيد عليه إن شاء الله. وفاة حقيقية موت. كيف؟ الواو لا يلزم منها الترتيب. اسمع، يقول هذا صم الأحد والسبت، يصح أن يقول هذا؟ يصح، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. إني متوفيك ورافعك، يعني يرفع ثم ينزل في آخر الزمن ويموت في هذه الأرض. معلومة هذا لا إشكال فيه. طيب الثاني متوفيك يعني قابض، وهذا لا إشكال فيه، قبض ثم رفع على السماء. متوفيك وفى أي نوم، الله يتوفى الأنفس حين نوم ولا إشكال، يصح. إذن كم قول عندك؟ بقي معنى قول أنه مات أو قتلوا وصلوا. من يقول هذا كافر كفرا، لقد كفر الذين قالوا لا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، مخالف عليه نص القرآن.
إذن عند أقوال أهل السنة في هذه الآية ثلاثة والله أعلم. الأول أن وفاة في قيل، لكن متى؟ بعد أن ينزل في آخر الزمن، وهذا معتقد كل مسلم ولا إشكال فيه أصلا، والواو يلزم منها التقدير، وفاة يعني نوم أو وفاة قبر ولا إشكال. لماذا أورد المؤلف يا عيسى أني متوفي؟ الصلاة على ما الدليل فيها؟ ما الشاهد تعني؟ اقرأ الآية يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أين الصفات هنا؟ أو الأسماء؟ الله يفتح عليك. هل في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى؟ قلنا تنوعت أدلة القرآن في إثبات العلو، دار ذكر العلو والفوقية والصعود الأشياء ونزولها منه والاستواء، فتح الله عليه. طيب لماذا ينوع في الأدلة؟ أتى بالاستواء والفوقية والعلو، لماذا؟ ألا يكفي دليل واحد؟ يكفي. ما يكفي، لأنك تحارب أهل الباطل. هذا الأخ اللي بجانبه أخذ منك 10,000 ليرة تركي، قلت أعطني حقي، والله ما عندي شيء، ما لك عندي شيء، لك هذا، ما تفهم أنت نافذ، وهو ما منصورة، وحلف لله، وجدت 20 شاهد، تأخذهم معك أو تكتفي بشاهدين؟ والله لو تستطيع أنك تأتي بالكرة الأرضية وتقيم الحجة عليه تقيم الحجة عليه، فما بالك في باب أسماء الصفات؟ نعم، اجمع كل الأدلة ورد على المخالف تقضي عليه، مفهوم يا أخي؟ ولهذا شيخ الإسلام هذه الأبواب أكثر من الأدلة، أي في العلو وفي صفة الكلام، لم يكتفي صفة الكلام إثبات الكلام لله من الكتب كلام الله، أضاف أن القرآن كلام الله، مع أنه يكفي كلام الله، لكن حتى يقطع الحجة على المنازل، مفهوم أخي؟ هنا عندنا سبحان الله عليك. طيب بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، الرفع نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم كذلك. يا هامان ابن صفحة، قلنا فرعون لم يتأول وقال العلو بمعنى كذا وكذا، لأن ما تقدم معنا عقيدة الأسماء والصفات لا يدخلها الناس، وكل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم فهذا حق، لكن لا بد أن يثبت من شرعنا.